السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ الله يخليك، الله يكرمك. كيف الصحة والأخبار؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام، مية مية. ماشي، أهلا بيك يا شمس. صحيح كنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفك يا دكتور؟ والله الحمد لله أنا بخير وصحة. أنت أخبارك عامل ايه يا شمس الدين؟ ربنا ثلاث يحفظك. سنين نعم؟ ابني عنده 3 سنين، كويس. توفر رجله مشققة، توفر رجله مشققة، عنده 3 سنين. والله بص، لو تشاء لو ربنا يوفق ربنا. آه لو في مشاكل في ضوافره يبقى ممكن يكون عنده نقص الزنك. فتشوف اي مثلا شراب يكون موجود في الصيدلية يبقى فيه زنك، ويعرف الجرعة من اي دكتور اطفال على حسب، يعني شوف اي دكتور اطفال وكده، يقول في دكتور معرف ان انا ابني عنده ضفره مشققة، قال له خد حاجة من الصيدلية فيها زنك، بس قال لي أكلم حضرتك أشوف الجرعة. بس شوف مثلا أي صيدلية جنب منك، شوف أي شراب للأطفال يكون فيه الزنك وخليه ياخده، وده كويس جدا للضوافر اللي بتشقق أو كده. حتى احنا بنكتب الزنك بس طبعا بجرعات للبالغين، للناس اللي مثلا يبقى عندها ضوافرها بتشقق او عندها مشاكل في الضوافر او عن فبنكتب لها الزنك، بس بيبقى طبعا كجرعات كبسولات للبالغين يعني. اما بالنسبه للاطفال بقى ديت محتاجه دكتور اطفال يقول لك بالظبط الجرعه بتاعت الطفل بيحسبها يعني. الجرعة بالظبط تبقى قد إيه؟ تبقى الجرعه بالظبط على حسب وزنه قد ايه بالظبط يعني، يبقى فيه كده حسابات، وانا ما اعرفش الصنف اللي انت هتجيبه ايه، فمش هعرف حتى اقول لك الجرعه المعروفه بالنسبه